السلام عليكم ورحمة الله. أيها الأحبة، ما حقيقة العلاج بالطاقة؟ هل هو سحر أم علم؟ هل هناك محذورات تخالف القرآن الكريم إذا اتبعنا قواعد هذا العلاج؟ هل هناك أصلا شيء اسمه طاقة كونية؟ هل العلم يعترف بالعلاج بالطاقة؟ هل الطاقة لها تأثير على حياتنا؟ كل هذا الأمر أيها الأحبة حصل فيه خلط كبير في الفترة السابقة. أحببت اليوم أن نتأمل موضوع العلاج بالطاقة على ضوء القرآن والسنة. مباشرة ومن دون مقدمات أقول لكم، ما يسمى بالعلاج بالطاقة له ما له وعليه ما عليه، يعني هناك أشياء صحيحة تتفق مع القرآن تماما ومع سنة النبي عليه الصلاة والسلام وينبغي أن نأخذ بها، وهناك أشياء تخالف القرآن الكريم، وهناك أشياء مختلطة يعني مشتبهة، يعني تشتبه على بعض الناس. باختصار شديد أقول لك أخي الحبيب، العلم الحديث لا يعترف أصلا بمفهوم الطاقة الكونية الذي يتداوله من يقول العلاج بالطاقة أو العلاج الروحاني أو إلى آخره. فالطاقة حسب مفاهيم الفيزياء هي عبارة عن إما أن تكون موجات كهرطيسية، إما أن تكون طاقة الضوء مثلا، إما أن تكون عبارة عن أي نوع من أنواع الموجات تنتقل في الفراغ أو في الهواء اسمه طاقة. الصوت له طاقة. أي عمل تقوم به له طاقة محددة. مفهوم الطاقة الفيزيائي هذا ليس له علاقة بالعلاج بالطاقة الذي يتحدثون عنه. طيب ما هي نظرية العلاج بالطاقة؟ يقولون إن الكون مليء بطاقة كونية غير مرئية، غير محسوسة، وغير قابلة للقياس. يعني أنا اليوم نحن ليس لدينا جهاز نستطيع أن نقيس به الطاقة الكونية. هذا أيضا يدعوك للتعرف على ما يسمى بالطاقة الإيجابية للإنسان والطاقة السلبية، وهذه المفاهيم لا يمكن قياسها أيضا. يعني أنا ليس لدي مقياس أستطيع أن أقول لك إن طاقتك السلبية اليوم تساوي كذا كذا، وعندما فعلت كذا نزلت الطاقة السلبية وزادت الطاقة الإيجابية. هذه كلها مفاهيم يعني وهمية. لذلك أنا أعتبر العلاج بالطاقة، أنا بالنسبة لي، أنه نوع من العلاج الوهمي، وهذا العلاج أثبت كفاءته في العصر الحديث، وأثبت موضوع العلاج الوهمي أنه يستطيع أن يقلب حياة إنسان بالكامل، يحول الإنسان من إنسان تعيس إلى إنسان فرح، ويمكن أن يؤدي لزيادة رزق الإنسان، يؤدي لزيادة نجاحه في عمل ما. فهنا أيها الأحبة تأتي الأمور التي تشتبه على بعض الناس. طيب لماذا من يتبعون العلاج بالطاقة وقواعدها تحدث لديهم بعض الفوائد؟ حقيقة هناك قوانين وضعها الله في الكون أيها الأحبة، موجودة في الكون. يعني الإنسان عندما يجلس ويتأمل في شجرة أو في غروب الشمس، أو يتأمل في شمعة مشتعلة، أو يتأمل في موج البحر، أو في منظر طبيعي، هذا التأمل هناك قانون موجود في الكون. إذا مارسته كل يوم نصف ساعة مثلا، وهذا فيه دراسة علمية، يقول العلماء يزيد من نشاط منطقة الناصية لديك خلف الجبهة، المنطقة الأمامية من الدماغ، ويحسن قدرتك على اتخاذ القرارات السليمة.
إذا تحسنت قدرة الإنسان على اتخاذ قرار سليم، متى يسافر أو لا يسافر؟ هل أدرس هذا المجال أم لا؟ هل أقوم بهذه التجارة أم لا؟ هل أقدم على هذه الخطوة أم لا؟ إذا تمكن الإنسان من امتلاك القرار الصحيح، سيؤدي هذا إلى نجاحات متكررة وإلى فشل قليل. يعني يعالج الفشل لدى ما هو الفشل؟ ما هو الفشل؟ قرار خاطئ. إنسان فشل في تجارة، ما هو سبب الفشل الأساسي؟ هو أنك اتخذت قرارا خاطئا في هذه التجارة فأدى إلى الفشل. دولة فشلت في معركة معينة بسبب اتخاذ قرار خاطئ. فإذا اليوم علم الاقتصاد الحديث وعلم الإدارة وعلم النفس يركزون على موضوع فن اتخاذ القرار. يعني أصبح اتخاذ القرار ليس هو مجرد مجموعة من الأفكار مزاجية هكذا تجعلك تتخذ قرار كما تميل إليه قلبيا أو نفسيا، ويمكن أن يكون خاطئا أو صحيحا. لا، أصبح هناك علم اسمه علم اتخاذ القرارات. هذا العلم مبني على قواعد، على دراسات. فقانون التأمل هذا، إذا تأملت في أي شيء وفرغت دماغك من المشاغل تتحسن القدرة على اتخاذ القرار. في علم الطاقة هذا، أو علم ما يسمى بالعلاج بالطاقة، يقولون لك إن التأمل يمنحك طاقة كونية تجعلك قادرا على اتخاذ القرار السليم. طيب، هذا الكلام علميا لا معنى له، ولكن بنفس الوقت العلماء يؤكدون فوائد التأمل. فهنا تحدث المشكلة. من يتبع بعض قواعد علم الطاقة الكونية أو ما يسمى بالطاقة الكونية ويستفيد، يظن أن الطاقة موجودة وتملأ الكون، والحقيقة ليست كذلك. فإذا أخي الحبيب، أنا اليوم أريد أن أستفيد معك من قواعد علم الطاقة وأتجنب معك أضرارها. يعني إياك أن تعتقد أن هناك أمر في الكون يتم إلا بإذن الله. هذه القاعدة الأولى التي أنا أعتقد أنها تنجيك من أي شرك أو أي عقيدة خاطئة، أن تعتقد أن كل أمر لا يتحرك إلا بإذن الله. كل شيء هو بأمر الله، كل شيء في الكون هو ملك لله، كل شيء يتحرك بأمر الله. فحياتي ومماتي وطعامي وشرابي ورزقي وقراراتي وحياتي كلها، حياتي كلها بيد الله الذي خلقني فهو يهدين. إذا اتخذت قرارا سليما، يجب أن أعتقد أن الله هو الذي هداني لهذا القرار، الذي خلقني فهو يهدين. إذا سلكت طريق للتجارة وربحت، يجب أن أعتقد أن الله هو الذي هداني للقرار الصحيح. فهكذا أنت تبتعد عن مشاكل العلاج بالطاقة. أما من يعتقد أن بالفعل هناك أمور كونية وطاقة كونية وكذا، فكأنما جعل شريكا مع الله سبحانه وتعالى. فإذا أن تقرأ حول العلاج بالطاقة لا مانع، أن تستفيد لا مانع، ولكن يجب أن يكون لديك عقيدة قوية وصحيحة وثقة مطلقة أن الله هو الذي يحرك الكون، وهو الذي يشفي، وليس السحر الذي يشفيك، وليس الطاقة كونية هكذا يعني موجودة عشوائيا هي التي، وليس طاقة النجم الفلاني أو البرج الفلاني. كل هذا الكلام غير صحيح أخي الحبيب.
طيب، الذين يعالجون بالطاقة يعتمدون كثيرا على ما يسمى بالتأمل، وأن تعزل نفسك عن مشاكل البيئة المحيطة بك. هذه إحدى التقنيات للعلاج. طيب، هذه موجودة في القرآن، يعني أنا لا أستطيع أن أنكرها، لأنها فقط صدرت من إنسان ملحد يعالج بالطاقة. حتى لو كان ملحدا أنا أقبل المعلومة الصحيحة، لأنها تتفق مع القرآن الكريم. والحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذ بها بغض النظر عن مصدرها. يعني أنا إذا هناك ملحد أثبت لي في دراسة، كما فعلت جامعة أكسفورد مؤخرا وتحدثنا عن هذه الدراسة، أثبت لي أن الطفل يولد وهو مؤمن بالله بفطرته، يميل للإيمان بالله منذ أن يخلق. طيب، هذا الكلام يتفق مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول كل مولود يولد على الفطرة. يعني الفطرة هي فطرة الله، هي فطرة الله التي فطر الناس عليها. فهذا الكلام صدر من ملحد، أن الذي يولد ولديه ميول ونزعة وفطرة للإيمان بالله تعالى. طيب، ما دام يتفق مع كلام النبي أنا آخذ به، ولو أنه صدر من إنسان لا يؤمن بالنبي أصلا. فإذا العلاج بالطاقة أخي الحبيب ليس كله سيء، أنت خذ ما يتفق مع القرآن. طيب، هل نحن بحاجة أن نقرأ حول العلاج بالطاقة؟ أنا قرأت كثيرا قديما، ولكن بعد أن تأملت القرآن وجدت كل شيء صحيح في موضوع العلاج بالطاقة وجدته في القرآن. يعني مثلا موضوع التأمل والعلاج بالتأمل، أنا وجدت هذا الموضوع موجود في القرآن الكريم، ولكن تحت مسمى آخر هو الخشوع. بل إن الله عز وجل ربط بين النجاح، أن تنجح في حياتك، وبين الخشوع. العلماء اليوم، علماء النفس، يربطون بين النجاح بالحياة وبين التأمل، وعلماء الطاقة أيضا يربطون بين النجاح بالحياة وبين التأمل. طيب، القرآن سماه خشوعا، لماذا؟ لأن التأمل يربطك بشجرة، بشمعة، بالشمس. تأمل الشمس يربطك مثلا بقطعة زجاج تتأملها، أو تتأمل خرير الماء مثلا، يربطك بمخلوقات. هذا هو التأمل. الخشوع يربطك برب المخلوقات سبحانه وتعالى. لذلك من هنا تأتي قوة الخشوع والأثر الهائل للخشوع، أكثر بكثير من التأمل. لذلك أنا لا أستطيع أن أنكر التأمل، لأنك عندما تتأمل في موج البحر أنت تتأمل في مخلوقات الله، ولكن علماء الطاقة يقفون عند المخلوقات. يعني أنت تتأمل في موج البحر وتتخيل أن همومك تتلاشى مع هذه الأمواج، تتخيل أن الصعوبات التي تعاني منها يعني تذهب وتتلاشى وتضمحل مع كل موجة تأتي تراها وتسمع صوتها. الخشوع يجعلك تنظر إلى هذا البحر أنه مخلوق، وأن الذي يزيل همومك هو الله، هو الخالق. هذا هو الفرق. فإذا أنا حقيقة لا أتبع علم الطاقة أو العلاج بالطاقة، لأن لدينا في القرآن ما هو أقوى منه، فلماذا أذهب إلى مصطلحات وكلمات وإغراءات من قبل من يسمي نفسه مدرب في الطاقة أو معلم الطاقة أو كذا أو معالج بالطاقة، يعطيك مصطلحات وكلمات غريبة جدا يربطك بالمخلوقات. أنا أريدك أخي الحبيب أن تربط نفسك بالخالق، وهكذا فعل النبي، كان يربطنا بالخالق دائما.
يعني مثلا في علم الطاقة يقول لك مرحلة ما قبل النوم مهمة جدا، قبيل النوم، هذه الربع ساعة أو نصف ساعة أو ساعة، يعني يجب أن تتأمل. مثلا تريد أن تعالج مثلا إدمان على الدخان، مثلا تجلس وتتخيل وكأنك تموت نتيجة سرطان يغزو صدرك بسبب هذا الدخان، وتحاول أن تكره نفسك بهذا الدخان وتقول أنا لدي قوة هائلة سأترك الدخان غدا، وتتأمل هكذا. إذا كنت تقف في مكان مفتوح مثلا تنظر إلى السماء إلى النجوم وتقول أنا يعني الكون سيمنحني طاقة هائلة أتغلب بها على هذا الدخان، وهكذا يعني من هذا الكلام. طيب نحن لدينا في القرآن وفي السنة ما هو أقوى بكثير من هذا؟ عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأوي إلى فراشه يتكئ على شقه الأيمن الجانب الأيمن ويقول اللهم إني توكلت عليك، يعني يا رب أنا توكلت عليك أن تحل مشكلة الدخان عندي وأسلمت نفسي إليك، يا رب هذه النفس أنت الذي تمرضها أو تشفيها، أنت الذي تميتها وتحييها، أنت تفعل كل شيء، وفوضت أمري إليك، يا رب أنا فوضت هذا الأمر هذه المشكلة وضعتها بين يديك. طيب هذا التسليم لله ماذا يفعل بالإنسان؟ يجعلك تتبرأ من حولك وقوتك، تلتجئ إلى قوة الله، تطمئن وتعتقد أن الله قادر أن يصرف عنك شر هذا الدخان. هنا أنت تتذكر بعض الآيات ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أمر إلهي، الله أمرنا ألا نقتل أنفسنا بمثل هذا الدخان الذي هو انتحار بطيء، ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. نتذكر حديث النبي أن الذي يأخذ سما ويموت فيتحساه في جهنم يعذب به في نار جهنم، فأنا لا أحب أن يكون هذا السم الذي أدخله في جوفي وهو الدخان لا أحب أن يكون سببا في موتي وقد يدخلني نار جهنم. فلذلك هنا نفسي تبدأ تكره هذا الأمر، وبالتوكل على الله والتمسك بالله عز وجل تجد أنك تمكنت من ترك الدخان بكل سهولة. إذن كل ما نجده من أساليب علاج في الطاقة، يعني يقولون أحيانا أنت يجب أن تفكر بفكرة تجعلها تسيطر عليك أن رزقي سيزداد، وتتخيل أن الرزق ازداد، وتفكر بأسباب الرزق وكيف تزيد الرزق وأنه فعلا زاد وكذا، بعض الحالات فعلا يزداد رزقه، وهذا صحيح أخي الحبيب. لماذا؟ لأن هذا التأمل، ولدينا في القرآن البديل سأقوله لك، ولكن نحن في مجال علم الطاقة، هذا التأمل وهذا الضغط النفسي الذي تمارسه على دماغك أنه لابد أن يأتي الرزق يحفز فيك طاقة للعمل أكبر، يجعلك تضع هدفا وتسعى لتنفيذه، يولد في داخلك طاقة لحب العمل. بينما إنسان آخر لم يعالج نفسه بالطاقة، لم يتبع هذه الأساليب، يجلس لا يفعل شيئا فلا يستفيد، لا يأخذ هذا الإحساس. طيب نحن في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يقول في كثير من الآيات يربط بين التقوى والرزق. طيب ما علاقة التقوى بالرزق؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنا إذا اتقيت الله هل يرزقني الله؟ ظاهريا تقول كيف، لا نجد علاقة مباشرة، ولكن سأقول لك كيف. تقوى الله تجعلك صادقا، هذا أحد أهم أسباب الرزق. هناك إنسان رزقه ضيق،
تقول له يا أخي لا تغش في تجارتك، تقول له إذا عملت عملا أتقنه، لا يريد أن يتقن العمل، يريد أن يكذب ويقول لك رزقي ضيق. طيب تقوى الله ماذا تفعل؟ تقوى الله تجعلك صادقا، وهذا نصف النجاح، الصدق في المعاملة، تجعلك تتقن عملك. إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. فإتقان العمل هو جزء مهم من النجاح، الوعد الصادق جزء من النجاح، عدم الغش أيضا طريق النجاح. إذن تقوى الله ماذا أكسبتك؟ الصدق وحب الخير للناس وإتقان العمل والالتزام طيب هذه أسس النجاح، وبالتالي سيزداد الرزق. لاحظت أخي الحبيب؟ ولكن ما الفرق بين أن تلجأ لقواعد الطاقة أو قواعد القرآن الكريم؟ فرق شاسع جدا، لأن قواعد الطاقة قد تخذلك. ليس كل من يتبع قواعد علم الطاقة يرزق، نسبة قليلة فقط، ولكن كل من يلجأ إلى الله يرزق، لأن الرزق إذا تأخر اعلم أن هذا نوع من البلاء. يعني أنا في علم الطاقة تأخر رزقي، ماذا أفعل؟ سأصاب باكتئاب، ليس هناك بديل، لأن الطاقة هذه أو علم الطاقة يربطك بالمخلوقات، فإذا خذلك هذا المخلوق ليس هناك من تلجأ إليه، يعني هو لا يربطك بالخالق، بينما القرآن يربطك بالخالق. فإذا تأخر الرزق ما الذي يحدث؟ الذي يحدث في داخل الإنسان أيها الأحبة إذا تأخر رزقه كثيرا، تأتيه آية من القرآن: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إذن هنا الله يختبر قوة صبرك وصدقك مع الله. فإذا أنت لك أجر في الدنيا والآخرة، فإذا ما تأخر الرزق ستكون أيضا مطمئنا، لأن الله عز وجل أراد أن يصرف عنك شرا ما. يعني الله تعالى يقول: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. أنا لا أتمنى أن أبغي في الأرض مثل قارون، قال له قومه: ولا تبغي الفساد في الأرض. فخسف الله به الأرض. لا، أنا لا أتمنى أن يكون مصيري مثل مصير هؤلاء الذين زاد رزقهم فكان سببا في طغيانهم وظلمهم، وكانت نهايتهم والعياذ بالله في الدنيا تعيسة وفي الآخرة نار جهنم. لا، أنا لا أريد ذلك. أنا أكتفي بالرزق القليل، ولكن ينزل بقدر ما يشاء سبحانه وتعالى. فالله ينزل ما يصلحك أيها الإنسان، إنه بعباده خبير بصير، خبير بأحوالهم، بصير بمستقبلك، ماذا يمكن أن تفعل فيما لو زاد الرزق. فيقلل الله عز وجل كمية الرزق بما يصلحك، مثل الدواء إذا زادت الجرعة تكون قاتلة. فإذا أخي الحبيب، هنا ميزة العلاج بالقرآن وتعاليم القرآن أنه يربطك بالله، فمهما حدث معك لا تبالي، أنت مع الله، مع الملك، ومصيرك إلى الله ورجوعك إلى الله، وإلى الله ترجع الأمور. وهكذا لو تأملنا قواعد الطاقة كلها، أنا أختم الآن لكي لا أطيل عليك أخي الحبيب، كل قانون فيما يسمى علم الطاقة خذه وأدرسه على ضوء القرآن الكريم، ستجد إذا كان يخالف القرآن لا حاجة لنا به، إذا كان يتفق مع القرآن لابد أن تجد قاعدة في القرآن أفضل منه بمليون مرة. وبالتالي بالنتيجة أنا بنظري لا داعي أصلا لتعلم هذا العلم، يمكن أن تطلع عليه من باب الاطلاع،
ولكن بشرط أن تدرس القرآن جيدا وتتدبر القرآن. فعندما ترى أن القرآن يعني علاجه أقوى وتعاليمه أقوى تزداد ثقتك بالقرآن، كما حدث معي. يعني أنا قرأت بعض الكتب في علم الطاقة وتأملت كثيرا قبل سنوات طويلة، ولكن عندما رجعت للقرآن وجدت أن القرآن أفضل وأقوى وأكثر. يعني القرآن مضمون 100%، علم الطاقة غير مضمون، يعني هو لا يضمن لكل أتباعه التفوق. يعني الآن مثلا هناك 1,000,000 شخص طبقوا قواعد ما يسمى بالبرمجة اللغوية العصبية التي تهدف لأن تصبح غنيا. يمكن 1,000,000 شخص يطبقوا نفس القواعد وهناك 10 فقط أصبحوا أغنياء. هو لا يضمن لكل من يطبق هذه القواعد النجاح، ولكن القرآن يضمن. يعني الله عز وجل قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذا قانون إلهي، لو كل أهل الأرض طبقوا هذا القانون سيرزقون وسوف يكفيهم الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يكفيه. لذلك أيها الأحبة، يعني أنا نصيحة أخيرة: لا تضيع وقتك بدورات علم الطاقة وهذه الأوهام. يعني هو بالنتيجة هو علاج وهمي أنا أسميه، والعلاج الوهمي فعال وأثبت فعاليته. أن توهم إنسان بأنه سيشفى، يتم الشفاء أحيانا. حتى الطبيب البارع من قواعد العلاج الحديث أن يبرع الطبيب بالعلاج الوهمي. كيف؟ يعني يعطيك دواء ولكن بنفس الوقت يغرس في داخلك أن الشفاء مؤكد بنسبة 100%. هذه الثقة مهمة جدا في الشفاء. لذلك نسأل الله عز وجل أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.